يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني ختام الشهر الكريم والأيام العشر أيضا خلاص بتودع، امبارح كانت ليلة 27. يا رب يكون كل الناس دعوا من قلوبهم السنة الجاية تبقى عاملة ازاي، أحلامه طموحاته. أكيد كل واحد فينا عنده هموم كتيرة وعنده طلبات كتيرة، كل واحد فينا كلم ربنا في هذه الليلة المباركة. على أي حال، كل واحد فينا ربما يكون عنده موهبة، يكون عنده يعني ربنا كده منحه حاجة من الحاجات اللي ممكن نقول إنه هو متميز فيها. في حد بيرسم، في حد بيكتب شعر، بيكتب قصة، في حد بيعرف يخرج، في حد بيعرف يعمل فيديوهات، في حد بيعرف كلها مواهب كتير. بالتأكيد أنت عشان يبقى عندك موهبة لازم تشتغل عليها، وزي ما بيقولوا كده إيه، تثقل موهبتك. في ناس كتير بيبقى عندهم موهبة وبيثقل هذه الموهبة بالدراسة وبالفيديوهات اللي على اليوتيوب وبسؤال الأصدقاء وبحضور ورش لهذا الأمر علشان تبقى موهبته يعني أكثر بريقاً وأكثر لمعاناً. وخصوصاً الموهبة حاجة زي ما بيقولوا كده يعني أهم حاجة فيها الإبهار، إنك تبقى فعلاً مميز عن الناس التانية. سؤال النهارده اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، ايه هي اكتر حاجه انت موهوب فيها فعلا، حاسس انك موهوب فيها فعلا، ازاي طورت نفسك فيها وازاي بقيت فيها كده، وازاي بتقدر تنمي موهبتك دي علشان تبقى افضل واحد في هذه الهوايه؟ انت ايه بالنسبه لك يا جمال؟ والله مصطفى، يعني بص، هي اصل الناس مقتنعه او بيبقى عندنا كده احيانا معتقد انه الموهبه هي معتمده فقط على الجانب الفني، يعني لازم يكون موهوب في الرسم، موهوب في الغنى، موهوب في لعب آلة موسيقية معينة، في التمثيل، ما إلى ذلك. لكن الحقيقة في ناس بتكون موهوبة أصلاً في العلاقات، تعامل مع في العلاقات الإنسانية، موهوبة في التعامل حتى مع مشاكل الحياة وضغوطات الذكاء الاجتماعي. ليها بيبقى عندها زي بيطلق عليها جفت، يعني يقول هيز جفتد او شيز جفتد، يعني ربنا منحها او يعني مديها هديه او مدي الشخص ده هديه، بتبقى من عند ربنا. المفروض زي ما انت قلت بعد كده بننميها وبنثقلها و و و، لكن هي بتبقى منحه ربانيه والهيه بتبقى موجوده كل واحد فينا. وانا اعتقد ان كل واحد فينا مصطفى عنده الحته دي، بس بينقصنا انه احنا نركز نعرف في البداية أصلاً قبل ما نشتغل عليها نعرف إيه اللي عندنا. في ناس بتعرف تسمع اللي قدامها كويس، في ناس بتعرف تحتوي اللي قدامها وتعرف تتعامل معاه، في ناس بتعرف تهون الأمور على اللي قدامها، في ناس تعرف تدعم اللي قدامها وتعرف تطمن اللي قدامها. ودي كلها على فكرة بالمناسبة مواهب، بجانب المواهب اللي احنا متعارف عليها اللي هي المواهب الفنية أو الرياضية أو. فأنا أعتقد بداية إن كل شخص فينا عنده حتة كده بس محتاجين نكتشفها. هتسألني أنت إيه موهبتك؟ أنا يعني بصراحة مش أنا بحب حاجات كتير، يعني ما أقدرش أقولك إن أنا عندي موهبة معينة بحبها يعني، بس أنا مثلا بحب الحاجات المتعلقة بالموسيقى جدا، ممكن أقعد معها وقت طويل قوي لوحدي. ممكن ما تسمعي ما تعزفيش لكن بتسمعي كويس؟ لا، يعني ودني كويسه قوي، اعرف افرق مثلا الالات وبحب بستمتع وانا بعمل ده. لو حتى بسمع حد صوته حلو جدا بيغني، عندي اصدقاء كتير جدا ما شاء الله صوتهم حلو، ممكن يسالوني مثلا جمانة النوته كده صح، انا ما اعرفش بس انا بعرف ودني تعرف تلقط النوته الموسيقيه او مش عارفه طبعا المصطلحات بالظبط ايه، بس ده مثلا جانب. وممكن اقعد بجد طريق طويل جدا انا والموسيقى لوحدي في العربيه ما اتضايقش خالص، دي مثلا جانب. ممكن جانب اخر، بحب الالوان، الحاجات المتعلقه بالالوان، تركيب الالوان على بعض، الميك اب يعني عموما. لا مش ميك اب، لبس. لا انا ماليش يعني ماليش قوي في موضوع الميك اب، بس اللبس عامه، تركيب اللبس على بعض، الالوان على بعض ممكن تبقى عامله ازاي، دي برضو موهبه مش اي حد يفتح، ده حقيقي. دي مثلا بحبها برضو شويه. احنا على فكره بالمناسبه مهنتنا دي فيها جانب من الموهبه يا مصطفى. طبعا يعني طبعا دراسه بكل تاكيد، طبعاً دراسه ثقافه لكن يوميه وكل حاجه اكيد حد. يعني بقى عندك الثقافه اليوميه، عندك بقى حتى الدراسه، ان انت لازم تروح انت تثقل نفسك، حتى لان الموضوع مش مجرد ان انت تتكلم او ان انت تذيع شيء او تطلع نخرج على الناس ان احنا نتكلم، الموضوع اصعب وابعد من كده بكتير. صحيح. بس انا تجربتي، انا عشان اول سؤال اللي كنا بنتكلم فيه انه ازاي تكتشف ان عندك موهبه،
تكتشف لما تكون شخصية عندها الجرأة إنها تجرب حاجة جديدة، أو إن أنت تكون شخص ملاحظتك قوية جداً فقادر يعني تلاحظ أنت إيه أكتر حاجة بتحبها، إيه أكتر حاجة بتعرف تعملها أكتر مثلاً من حتى محيط أسرتك، إيه أكتر حاجة بتحب تعملها في وقتك وأنت مش واخد بالك وتقدر يعني تقضي فيها وقت طويل قوي من غير ما تحس بالزهق. أو على الجانب الآخر أنت تكون شخص عندك الجرأة إنك تجرب. أنا لو ما كانش عندي الجرأة إن أنا أجرب حاجة جديدة أو أدخل في مجال جديد ما كنتش هعرف إن أنا يعني دي أكتر حاجة بحبها وبعد كده اشتغلت على نفسي فيها. بس أنا لازم أسألك، ما اتكلمت كتير قوي. أنت إيه بقى؟ أنا الكتابة. بحب أكتب جدا من زمان يعني، وأنا بحب أكتب. كتبت شعر شوية، كتبت قصص شوية، دلوقتي بقت بجد الحتة اللي فعلا يعني بحس ان انا فعلا يعني في اقصى درجات السعاده وانا بعملها كتابه الافلام الوثائقيه والتسجيلات. كنت لسه اقول لك انت برضو فيك حته فعلا، مش فكره بقى الكتابه دي يمكن انت لفتت نظري ليها، فكره حتى السرد. ايوه انت في السرد ما شاء الله شاطر جدا، يعني موهوب. هي يعني كمان على فكره انت وانت بتسرد اون كاميرا غير وانت بتكتب، لان انت وانت بتكتب أكيد. بترجع بتلاقي في حته ممكن يبقى فيها قافيه، دي جملتين دول ثلاث جمل، بيبقى في نوع من انواع الايقاع. وخلي بالك الكتابه للغه التلفزيون صعبه جدا. صحيح، لان انت بتعتمد على كادرات معينه وشطات معينه، لازم تبقى ايقاعك فيها سريع، غير الكتابه للصحافه. الكتابه للصحافه انت ممكن تكتب زي ما انت عايز، القارئ معاك، لكن الكتابه للتلفزيون انت لازم تاخد دماغ اللي قدامك وتخليه على اي حال. انا بسقلها ازاي؟ بسقلها بالقراءه طبعا، سواء بقراءة الأدب بكل أنواعه، طبعا بقى كل بقى المجالات اللي بتصب في هذا الجانب. يعني هي input وoutput، هي قراءة في كل يعني في كل المجالات وكل المواهب، الحقيقة مفيدة. على أي حال احنا أنا ومصطفى اتكلمنا كتير قوي في موضوع المواهب ده مع حضراتكم، عايزين نسمعكم بالظبط، حابين نعرف منكم ايه أكتر حاجة انتم موهوبين فيها وازاي بتقدروا تنموا الموهبة دي. ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.